الجماهير الاهلاويه لانه كان مصر انه يلعب للنادي الاهلي. مفاوضات كتيره جدا وامور صعبه كتيره جدا، وكان حسين قايل انا هضحي بكل حاجه عشان ابقى موجود في القلعه الحمراء في النادي الاهلي. حسين منورنا في بيتك في البيت الكبير، اهلا بيك معانا. حبيبي كابتن، ربنا يخليك يا رب. ايه رايك؟ بقول للاهلي مبروك، النادي الاهلي طبعا وقناه النادي الاهلي وكل الموجودين في النادي الاهلي مبروك على القناه والبيت الكبير، وقناه جميله جدا بصراحه، والتجديد بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا، ومبروك لكل عشاق النادي الاهلي. تجديد يليق بيكم طبعا، يعني يليق بكل اهلاوي، بكل شخص اهلاوي، بكل شخص اهلاوي طبعا يعني. مش لعيبه بس. حسين زي ما